السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ النهاردة الحلقة بتاعتنا هتكون عن البط يا جماعة، البط بتاع رمضان يا جماعة، عمر شهرين وما شاء الله أفرش يا جماعة اهوتي، وأحجامه وأوزانه مرضية جدا يا جماعة، ودي الفراخ الفيومة هي نوعين في بعض يا جماعة كم نوع. طبعا بقوا ما شاء الله احجامهم واوزانهم مرضيه جدا، هم لهم كانوا 30 يا جماعه وكانوا ايهم وتعبهم يا جماعه، وانا انقذت ما يمكن انقذه اللي هم 13 دهم، وما شاء الله الوقت احجامهم واوزانهم مرضيه برضك جدا، وممكن اذبح منهم. طبعا انا بعلفهم ايه يا جماعه، انا الخلطه اللي انا بقول لكم عليها اهي بس، وعليها العلف برضك يا جماعه، لسه ما شلتش العلف زي ما انتم شايفين اهو. طبعا انا ما شلتش العلف برضك عشان ايه، ما منعتش العلف عنهم يا جماعة عشان يكملوا رشهم، عشان هم كانوا يا جماعة وقعوا رش خالص وبرقوا رش وطلعوا رش تاني وقفلوا معهم. شوفوا بقى يا جماعة اللي ما وقعوش رش خالص اهم اعمل لكم عليهم زوم، شوفوا يا جماعة ما شاء الله الذكر والنتاء دول ما وقعوش رش خالص، اما الباقيين كلهم كانوا موقعين رش يا جماعة وعالجناهم الحمد لله وبقوا ايه زي الفل. تعالوا يلا نحط لهم اكل ومية يا جماعة مع بعض. وطبعا يا جماعة انا بدأت اخلط لهم يا جماعة واحط لهم رز يا جماعة وعيش مدشوش، بس والله ما فيش رز فيا دلوقتي، فبإذن الله لما احط لهم رز مع بعض، لما احط لهم رز هعمل لكم حلقة عنهم يا جماعة. طبعا يا جماعة نسيبهم في الأوضة كلها عمتي، ودي يا جماعة المية اهي مغسولة والمية نضيفة يا جماعة. طبعا اهم حاجة عشان البط يطلع معاك يا جماعة ان يلحق رمضان يا جماعة لازم ما نمنعش عنهم العلف، ما نمنعش عنهم العلف نهائي، يعني بقى ايه الا ما خلاص يقفلوش نهائي خالص، ونبدأ بقى ايه نلاقي اوزان اللي احنا عايزينها، بقى نبدأ بقى نمنع العلف تدريجيا بقى، اما نمنع العلف مرة واحدة ده غلط عليهم جدا يا جماعة اصلا، وهيضرهم ان كنتوا بتأكلوهم علف ومنعتوه مرة واحدة. طبعا احنا عاملين اللي علينا اهو، هم ما شاء الله حلوين اهو زي الفل، ربنا يبارك لنا ويبارك لكم يا جماعه، هنذبح منهم في رمضان مع بعض باذن الله. اهم حاجه يا جماعه الشمس والنظافه تكون حته زي ما انتم شايفين، حته هي حته متوسخه شويه بس ناشفه يا جماعه تحت منها. طبعا انا هكنس لهم لسه شويه كده وهفرش لهم النشاره، بس اهم حاجه تكون الحته جافه تحت منهم، طول ما الحته جافه تحت منهم يا جماعه وهي عمرهم ما يجرى لهم اي حاجه، اما الحته لو ساقعه ومبلوله تحت منهم وكده هيجي لهم برد يا جماعه في رجليهم وهيبقوا وحشين خالص يا جماعه، وهيعيهم وهيجي لهم اسهالات احنا في غنى عنها خالص. وتعالوا كده اما نبص بس على الطيور اللي بره مع بعض، وش ده يا جماعه لوزي طبعا بين عنده الحتة مش عارف بيلميها قش وزبالته الصح كلها يدخلها عنده. ما في ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده، دي الطيور بقى بعد ما ذبحنا وخلصنا الذكورة اللي كانت عندنا. طبعا احنا كان ما شاء الله عندنا كمية بطة حلوة ذبحناهم بقى، وهمتي ودي الرومية يا جماعة اللي كانت راقدة على البيت، شوفوا كشة ازاي يا جماعة، ما عشان كانت نايمة ودافيانة اما طلعت بره سوقت. طبعا دي الحمامة يا جماعة، الحمام الهزاز اهو، الحمام كله طالع اهو طاير اهوتي بيطلع من جوه اهو، وما شاء الله ربنا يبارك لنا ويبارك لكم يا رب. وبإذن الله يا جماعة نعمل حلقة عن الفراخ البرة بتاعت رمضان، وهنصورها ونشوفها نعمل لها ايه ونحط لها ايه خلطات. طبعا البط اللي احنا كنا من عنده اهو، شوفوا راح على المية اهو بيشرب اهو، ما شاء الله يا رب، ان شاء الله ربنا يبارك لنا ويبارك لكم جميعا. فبقى ايه بتمنى منكم يا جماعه اللايك، يا جماعه اللايك هو اللي بيرفع الفيديو يا جماعه، واتمنى اللي اول مره يشوف قناتي يفعل الجرس ويشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا منه كل جديد، وبتمنى منكم تاني يا جماعه اللايك يا اللايك يا جماعه عشان هو اللي بيرفع الفيديو. وباذن الله بقى هنشتري طيور جديدة مع بعض الأسبوع الجاي يا جماعة وهنصورها مع بعض، والنهاردة احتمال راح أجيب طيور من المعمل للناس يعني رومي وكلام من ده، ناس حبايبنا والله، وهقول لكم الأسعار ايه
هجيب لكم اسعار الفراخ والرومي والبط وكل حاجه انتوا عايزينها والوز وكل حاجه. ويا جماعه اللي عايز اي حاجه يطلبها مني وانا اجيبها له، بط، وز، فراخ، حمام، ارانب، فراخ رومي، بصوا اي حاجه يا جماعه، فراخ هندي، اي حاجه هنجيبها لكم يا جماعه. اللي عايز حاجه يتفضل يطلبها. بط فرنساوي ما شاء الله، البط الفرنساوي اللي انا بجيبه دي جميل يا جماعه، ما شاء الله عمر 3 شهرين ونص اهو، البط مقفل خالص، يتذبح واوزانه جميله جدا يا جماعه. والبط البغال برضك يا جماعه اوزانه جميله جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، وكل حاجه حلوه يا جماعه اهي. وما شاء الله واللي عايز زغاليل للذبيح يا جماعه يقول برضك، واللي عايز اي حاجه يقول يا جماعه وانا اجيبها له. اللي عايز بط كبير متربع للبيض يقول، اللي عايز اي حاجه يقول يا جماعه، وانا باذن الله الاسعار كلها هجيبها لكم في الفيديو بتاع الفيديو الجاي باذن الله، هقول لكم الاسعار بالظبط عشان اللي عايز حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.